هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. نطلب لهم إن شاء الله التوفيق وإن شاء الله بالنجاح وإن شاء الله يا رب نشوفوا شيء 3-0 من نصيب المنتخب المغربي. فرحونا إن شاء الله بإذن الله يا ربي. شوفي ما دعا حق وراءه مطالب. الله سبحانه وتعالى كان تمنى أن يطرح تلجة في قلب هذه المرأة باش يبرد. أنا أم حاسة بها، ما كاينش في مغربي ما غاديش يكون حاس بها. فكنطلب من الله سبحانه وتعالى أنه يبين الحق وتوصل المعلومات على ولدها كيف بغاتها. يعني على الأقل غير تطفى ديك الجمرة 15 سنة ماشي سهلة. انا ولدي كيغبر عليا غير من الفوق لتحت في الدار، وكنقول له فين ادم ولا فين صوفيا ولا فين ليليا، فما بالك 15 سنه. ف لا يسعني الا نقول لهاد الام المكلومه الله يعينك والله يصبرك والله يدير لك كيف قلت لك تلجه في القلب، لانه انا عارفه الحرقه اللي في قلبها راه غتحس بها غير ام. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.